يا درع الجزيرة التحرسها لسعود اسمك بالاصل درع الوهابية يا درع الجزيرة التحرسها لسعود اسمك بالاصل درع الوهابية مكشوف الحقيقة واحنا نعرف زين بالبحرين شتريد السعودية مكشوف الحقيقة واحنا نعرف زين بالبحرين شتريد السعودية مو قصة حماية مملكة يردون ولا قصة دول تنعد خليجية الحقيقة الواضحة السودمة ابن سعود لان شيعة علي 80% يا درع الجزيرة التحرسها لسعود حياك الله ابو محمد يا درع الجزيرة التحرسها لسعود اسمك بالاصل درع الوهابية مكشوف الحقيقة واحنا نعرف زين بالبحرين شتريد السعودية عمي مو قصة حماية مملكة يردون ولا قصة دول تنعد خليجية الحقيقة الواضحة السودنة ابن سعود لان شيعة علي 80% يخافون القطيف يقوم والاحساء وباشر ينفضح عار بن تيمية يخافون يخافون القطيف يقوم والاحساء وباشر ينفضح عار بن تيمية يا دولة الفتنة وقلعة الارهاب لابد شمس تطلع الحرامية هاي من ايش وقت عالناس صرت سباع وانتم امس كلكم شنتوا وين هاي من ايش وقت عالناس صرت سباع وانتم امس كلكم شنتوا واوية اذا حدكم دروع وطائرات الطير واذا حدكم سفن فتاكة بحرية بيكم كل وقت تستنجد فلسطين ما شالت لكم الغيرة العروبية بيكم كل وقت تستنجد فلسطين ما شالتكم الغيرة العروبية طاحت اقنعتكم يا وجوه العار وعرفنا السبب وانكشفت النية ألا تبا لكم يا آل بي سفيان إذا كان الهدف تردوها بدرية ألا تبا لكم يا آل بي سفيان إذا كان الهدف تردوها بدرية زلمها احنا ونطبها طبة الكرار والتاريخ احنا نعيد ماضيه